تبغي اختي؟ ها؟ تبسيمه اللهم فركي تومي على عبالة سملاء كان اللي صلى الأول وهم صمود الوكيت فركت. ألو السلام عليكم خويا العزيز. صباح بيبي لاباس صحتك بيها؟ حمبوك لما ديرونجيناش من دوج من دوم عندك خمس دقائق لا بغيت قلت لك لما ديرونجيناش نجمو ندوم عندك خمس دقائق لا بغيت صحة باش نتأكدوا من المعلومات. معنا حمزة من الواد سوف. معنا حمزة من الواد سوف. الله يبارك ما شاء الله. بالمناسبة نحيي الواد سوف، تعطوا لنا البطاطا شابة تاع الواد. غير هي خويا كيلو بطاطا. قول لي حبيبي معاك راشد شليح نضاي تفرج برنامج تاعي، عندك معلومات البرنامج تاعي ولا جامي؟ قلت لك معاك راشد شليح نضاي تفرج برنامج تاعي، عندك معلومات البرنامج تاعي ولا جامي؟ هذا البرنامج تاع ليكوب لايك واحد الانسانه راهي شاركت معنا في الحصه راهي ربحت معنا هديه كي سقسينا عليه من غير تهديه هذه الهديه قلت لك نهدي هذا الانسان العزيز عليا اللي هو حمزه. غادي نفوتها لك تعرفها شكون هذه الانسانه. وهذا حسب المعلومات اللي عندي قالت لي صافي با لونطون هي وياك ما عندهاش بزاف من اللي راهي معاك في علاقه وبا يتكرمك. والله ما على بالي وخي وصا ما كاش مشكله هذه والاسم ولا ليميسيون تاعك هذه كيف دير؟ صح تبع معنا كيما هكذاك دوك نقول لحبيبي هذه الحصه اللي راهي قالت على اليوتيوب اللي هي راشد اللي ام اس ار. المهم احنا غادي احنا نشوفوك لا تستاهل هذه الهديه ولا ما تستاهلهاش. صح شكون هي اول انسانه جات في راسك؟ اول انسانه جات في راسي واه اول انسانه جات في راسك تهدي لك هذه الهديه صافي بارون انت وياها ما عندكش بزاف في العلاقه انت وياها راك معاها كونتاكت هكذا. عندك حتى علاقة؟ عندك حتى علاقة سيليباتير؟ ها؟ ما والو ما عندي حتى علاقة. ملي جابتك الوالده تاعك وانت سيري باطر ما عندك حتى علاقه. واحبيبي بيان سور بيان سور الظروف خلي تبكيها هذا روحي ونتاع الشيطان برك ما تكذب. واه خويا العزيز واه 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 نيشان واه انسان ما يدير علاقه ما يبكيو ليا انت انسان ما شاء الله. هذه هي واه صراحه صراحه معليش اقعد معنا كيما غادي نسالوها ونعاودو نولا عندك ما تكوبيش ما تكوبيش يا سي سنوسي يا سنوسي. الو السلام عليكم اختي. قال لك سيدي باسل قال لك ملي زادت نما وانا جامي درت علاقه اختي راك سير راك سير بهذه صاحبه اختي راكي بيها عامتي وياه واه قال لك ما عندي حتى علاقه ملي جاتني ما لما قال لك وقال لك انا ما ندخل نجيش ندخل في علاقه باسكو ما نجيش نجرح وليا ونبكي وليا. الله يدل على الخير ان شاء الله. غادي نفوتو لاختي وهضري معاه قطعها. الو السلام عليكم خويا العزيز. المهم غادي نفوتو لك هذه الانسانه وتعرفها شكون هي هذه الانسانه وتقول لك اسكو كنت سيدي باطل صح ولا كنت كذب عليني. الو السلام عليكم اختي ها ولا هضري معاه. زقي اخي زقي. الو واه ريبوند عليها اخويا هاو باينه. عرفتني ولا لا؟ عرفتني ولا لا؟ واه عرفتها ولا لا؟
زيدي هضري معاه شويه اختي زيدي. قالت لك غير دروك تحكي معايا غير دروك هاد الوليه غير دروك تهضر معاها هاد الوليه. ما عرفتهاش؟ صح هادو نقول لك شكون هي الانسانه هادي هادي راك في علاقة انت وياها هادي نورمالمون سوميه راك في عام انت وياها. ها؟ نيشان نيشان بصح في علاقة انت وياها في عام انت وياها ماشي سيدي باتر ولا سيدي باتر ولا اونكو. شوف خويا شوف هي طايحة راني بطاطا ما بصح هي تعرف واش كاين بيناتنا. اش كاين بيناتكم اونكو ولا سيدي باتر اختي ناكم اونكو ولا سيدي باتر؟ عكم اون كوبل. هو قال لك ملي زيدتني ما جامي لا كنت اون كوبل وما نبغيش نخدع الوليات. قلت لي قال لي اختي سمعي سمعي زكي زكي اختي وا قال لك ما نبغيش نبكي وليا معايا ما نبغيش نكون في الداخل في علاقه بصح هذه في علاقه انت ولا مش في علاقه انت وياها. بصح حنا بغينا نعرفوا اسكو سيلي باتير ولا اون كوبل هذه بغينا نعرفوها هنا باش لا تربح معنا. يا اخويا راني نهضر معاها فهمتني ولا لا؟ ما تعطيني هديه ما والو فهمتني ولا لا؟ كيفاش؟ هذيك عطيها الهديه عطيها لسميه وصغير. سيلي باتر لما لي عام انت وياها كي شغل ما كانتش معاك كي شغل غير هاضر كثر كي شغل عام ما كان والو. نو مي عام كشغل غير هكذاك عام. يا وين حكيت لها سميه حكيت لك ولا ما حكيت لك؟ واش حكيت لي خليني نشد روحي هذا الليالي. زكي هضري نو اختي هاد ليك الاخر هضري باسكو اختي قال لك عام انت زعق عليك نو اختي هاي يا اختي هضري. كيفاش عام اختي زعق عليك عام اختي عام طاش ولا عام غادي يقول لك سيدي باطل مع ملي زاد تما وانا الوليات وكاع اختي حاضري. شنو راح نقول لك؟ بكيتها والله بكيتها قلت لي ما نبكيش الوليات عشان نبكي وليا ابكي اختي ابكي. وصلت لها حبيبي هاي تبكي ها راهي تبكي من اي تبكي قلت لي بروميت لي بلي جامي بكيت وليا بصح راني نشوف هنايا اون ديريكت راهي تبكي هاد الوليا. ها راهي بكات هاك بكيتها في عام انت وياها بدوك تعني سيدي باتر ما عندي حتى علاقه راهي بكات شغل عام شغل فوتها انت وياها ما كان حتى لي سنتيم. قلت لها كاش نهار نبغيك ولا جامي؟ قال لك كاش نهار نبغيك ولا جامي؟ قالها قلت قال لك بلي نبغيك ونموت عليك ونتمنى ندير معاك الدار قال لك هاد الصوالح. يا مالي هكذاك تربت عليك هكا طمحتها وربت عليك الكبده هكذاك شو طمحتها وربت عليك الكبده وشو عشقاتك وبغاتك ومن بعد حطمت لها معنويات تاعها راهي في صدمه يا خويا ان شاء الله ما تلاقاش مع داك تاع الصديق اللي كان في السبيطار. كلمه اخيره اختي العزه كلمة أخيرة أختي. تبغي تقولي له كلمة أخيرة. بيدي. إن شاء الله كلمة أخيرة أخويا العزيز تقولها. ربي يسالف كل خير ليها وليا. إن شاء الله يا ربي وميرسي بوكو أختي وربي السلام عليكم. سلام. حطمت لها معنوي.
سلام خويا، ربي يخلي خويا عزيز، ان شاء الله تكون متابعين تونا ان شاء الله.